بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان في أي مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم في برنامج جولة في المساجد، حيث حطت رحالنا بمسجد محمد السادس بحارة الدقيل لنقل لكم درسا جديدا من دروسنا الرمضانية، والشيخ صالح محمد رمضان. تفضلوا معنا لمتابعة هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله لرسوله والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمح والقصر والكعب، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن أهل آياتنا نجد سورة ياسين، وفيها آية بعد آية، ومسألة بعد مسألة، وقليلة بعد قليلة، وهي تبيننا بهذه الآيات التي تحمل هذه المعاني الكبيرة. وهذا دعوة القرآن وشأن القرآن الكريم، إنه نزل من أجل هذا الإنسان، ولذلك كان الحديث كله يدور في الإنسان، في أحوال الإنسان، في حياة الإنسان كلها في هذه الدنيا، والحياة التي بعد الموت. هذا القرآن يناقش هذه القضايا وهذه المشاكل، لأمر ذلك الإنسان يجب دليله بيده، ولا ينتقل من هذه الدنيا وإلا هو عارف وغير خاص. ومن لم ينتبه فإن حياته تمر وأيامه تمر، وجميع ما يأتي في هذه الدنيا ويعرف من عينه لا يعتبر ولا يستفيد منه، فتكون حياته خاصة ولم يستفيد من حياته في هذه الأيام. والله جل جلاله يذكرنا في آياته، في آيات كتابه الواضحات، وبالأمس قد تقدم أن ذكرت هذه السورة قصة أولئك الذين أرسلوا إلى قرية أنباقية، وما سمعنا بالأمس من أن هؤلاء في هذه القرية رفضوا دعوة المرسلين السلاس، وجاء رجل من أقصى المدينة ليحاول في إقناع أهل القرية وليحصن صورة السلاسة، لأمر ذلك أن يميل الناس إليه، أن يميل الناس إلى ديننا. ولكن في آخر المطاف الأمر أدى إلى وحد هذا الرجل، إنكارا وإرادا، وبذلك أدى إلى قتله. وبعد هذا الله يريد أن يخبر محمد صلى الله عليه وسلم وأمامه أهل مكة، وأهل مكة أولئك الذين كانوا في أنداقية من الشرك والإلحاد وعبادة الأصنام، فما أي أقليل المشركين في جميع الرسالات تختلف، ولو اختلف البلد والزمن تجد أقليتهم واحدة، ومن تقوم في رد الحق أيضا واحد، وإصرارهم على الباطل أيضا واحد. لذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بعد مجموعة من الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: يا حسرة على
إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة يا الرجال والمبالاة وقيل الحسرة وقيل في هذا المجال المنادي هو الله وقيل المنادي حبيب النجاة وقيل المنادي الملائكة وقيل المنادي الحاليين الحاليين هم الذين يعلمون من الحصر. هكذا أهل التفسير إذا وجدوا آية وهي ليست طابعة في معناها فيأخذ خلاف على حسب الوالد خلاف من أهل التفسير أو احتمال الآية لها دلالات احتمالات دلالات احتمالات على أحوال فكل يقول على حسب ما فتح الله عليه من الدين ومن العلم ومن التفسير هذا يقول هذا الكلام قائله هو الله والآخر يقول خليله النجاة والآخر يقول قول الملائكة والآخر يقول قول الخليل. لو كان الكلام مقطوع معنى مقطوع دلالة لما كان الكلام بين المفسرين ولكن لنيتي الدلالة على المعنى يختلف الناس في تفسيره إن كان القائل هو الله أو القائل إنه الأجيال وغيره من الملائكة والخالقين فإنه يراسي ذلك الغم والحزن والهجيرة والخسرة والندامة. إذن الله جل جلاله يقول يا حسرة على العباد هذه حسرة ما في اللغة العربية يراد منها الغم ويراد منها الحزن ويراد منها الهيرة الشديدة ويراد منها الندم الشديد وهذا الندم هل له نتائج تعود على هذا الإنسان؟ لا هو ندم لما فات أوانه ولا يمكن استدراره فالإنسان يندم لما فات يندم ويحزن لما فات ولكن هذا الخير الذي فاته لا يمكن أن يكون مرارة أخرى ليجب استثماره ولذا كان كلمة العصر يراد منها حالة وإن كان الله سبحانه وتعالى هو الذي قال يا حسرة إذن هنا قيل أن الله سبحانه وتعالى ينادي على الحسرة ينادي الحسرة هذا مكانه هذا مكانه وهذا وقته تعالي يا حسرة وأنذر هؤلاء الذين أرسلنا إليهم رسولا أو رسلا ولكنهم أعرضوا عن آيات الله ورفضوها وامتنعوا ولم يقتربوا ولم يتمكنوا من التآمل برسالة المرسلين حتى يعرفوا الخير منها وغير الخير منها إن كان يتصور في قولهم هذا إذن الله رب العالمين الله رب العالمين نادى الحسرة قال يا حسرة على العباد يا حسرة عالي على العباد الذين يخافون الجهاد وقيل الحسرة معنى من حبيب بن نجار نحن طرفه هو الذي قال يا حسرة على العباد على العباد أمر ذلك يتعصر عليه ويتنطق الحريات عنه ويريد لكم الخير ولكنهم امتنعوا عن الخير ولذا كان يتعصر و
ويتندم ويتحير ويسيب الحزن والغرام. كان في بلدها وان كان ملائكه نفس الشيء كانت ملائكه نفس الشيء وقيل القائل هذا للملائكه القائل هذا على الحالي الحالكون عندما يرون العذاب يرون العذاب قد جاء وما يدعو اليه الانبياء والرسل يرى الان بعينه وما كان كثيرا في ساعه الدعاء وفي ساعه الرساله في الدنيا كان عندهم هذا الدعاء هذا القبل وهذا الدعاء وهذا الرساله كانت عندهم كذا ولكن اليوم هم امام الحقائق وهذه الحقائق تتجسر امامهم ويرون العذاب ويرون النار ويرون الحساب الذي قيل لهم في الدنيا ويرون كل شيء قيل في الدنيا ان المراه المضيئه يرونه اليوم ويرونه الان ولذلك الحائرين ولذلك المردوين من الكفار والمشركين يلقون حصار يلقون غم يتحيرون هيل الشديد ويحزنون حزنا شديدا في ذلك الوقت ولكن الحزن لا يلقي نفعا الحزن في ذلك الوقت لا يلقي نفعا لان الاوان خطرت وزمن الاستدراك قد فات وزمن الذي يلزم الانسان ويستفيد من بدنه قد فات ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية الكريمة حيث يقول يا حسرة على الإجابة يا حسرة على الإجابة ويراد هذا الكلام يراد بالضبط هذا الكلام يراد أن يقال ويوجه لأهل مكة لمشرك مكة ليندرج مشرك مكة وليعرف أن الأمم من قد جاءت مس ما هم عليه الآن من إبادتهم للأصنام وكبريائهم في الأرض وشركهم في الأرض وطغيانهم في الأرض هكذا كان قرنهم من الأمم ومن جماعات كثيرة. الله أكبر الله أكبر الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا أرحم البيت أنا عند ربك ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون والاستهزاء والسخرية هذا دعوة الذين رفضوا رسالتنا ما لرسول يأتي إلا يستهزئ به وإلا يستسخرون وإلا أنزل درجته ومكانته وشرفه أنزله وجعله من أدنى الناس في مجتمعهم وجعله بين العقبة بين أبيهم وبين غلمانهم حتى لا يوجد له شرف كما يريدون ولكن الله سبحانه وتعالى فضل الأنبياء والرسل وجعله من أحسن خلق الله على الأرض ومن صفوة البشر وصفوة الناس وخير الناس وشرف الناس ولذلك يسيرون على هذه الفتنة ويسيرون على الاستهزاء ورفع الدعوة ورفع الإيمان ورفع التوحيد ورفع القيم كل هذه الأشياء القيمة التي هي في جوهر الإنسان يعطي الإنسان منها وتظهر أمامه فهكذا ربنا سبحانه وتعالى يجعل قوة التصور في الأنبياء والرسل يتحملون ولا يتركون الدعوة أبدا المسلمون إصرارا كبيرا على التواصل في دعوة الله سبحانه وتعالى فهكذا إلى أن يأتي النصر وهم على هذه من الإصرار. إذا يا حسرة تعالى الله سبحانه وتعالى إن كان الكلام لربنا ويا حسرة يا كآبة هؤلاء الذين أرسلنا إليهم نورا ولكنهم لم يقبلوا هذا النور وقول الهالكين ذلك لا شك أنه حاصل بعد الموت ويوم القيامة يرون العذاب يرون الأحوال ويرون الانقلاب الكون والأحوال كلها تنقلب وتتغير وكل ملامح أو كل رجعة التي كانت معلومة للناس في الدنيا كل نظام تغير ولذلك يعني كل إنسان أن الأمور قد تغيرت وبهذا التغير الكوني والانقلاب الكوني يلتمس على الإنسان أمورا ولكنه لا يجدي نفعا ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون ويجلب لهم مصائب كبيرة فإن الدار يأتي إنما الإنسان يوجه استهزاءه وسخريته وجميع وسائل أو أعلى التبخيص لبعض الشخصيات اللي هي تزداد سنة بربها وقريبة ربها قريبة من رحمة الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يأخذ بالانتقام من هؤلاء الذين يقومون بهذه الأشياء من عائل يريد هكذا في حديث القدسي ربنا سبحانه وتعالى يقول من عائل يريد فقد آذنته بالحق فهؤلاء لا شك أنهم
قد خاصموا الرسل وخاتموا الأنبياء، فإعلان الحرب موجود، إعلان وإعلام الحرب موجود، ولذلك القوانين تأتي والأعلام يأتي ويذلل ويدمر البلد كله، فذكر هذه ولا يبقى ولا ينفذ واحد من الناس من الإفراد. بعد هذه الآية الكريمة التي وضحت الحصى والحيرة بعد القيامة، وقيل الحصرة تأتي إنما يرى هؤلاء العذاب قد نزل في الدنيا للضمان والتدبير، وكل إن كان العذاب يتعلق بالدنيا أو العذاب الآخرة فالحيرة حاصلة والندم حاصل والهول حاصل، ولكن هذا كله لا يجدي نفعا ولا ينفع من شيء إذا ما جاء العذاب في الدنيا أو في الآخرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى ليضرب مثلا لهؤلاء المشركين بمكة وليتعرف حقيقة ما جرى في الأمم السابقة، وهم اليوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عليهم أن يعرفوا ما جرى في الأمم السابقة هي إغاثهم ما نزل عليه من أذى حتى لا يكونوا بعيدين عن هذا. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ألم يرى هؤلاء أهل مكة، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا كثيرا على أمم كثيرة، ولكن العذاب قد نزل على كثير من الأمم، وعند نزول هذا العذاب فقد تضمر أو دمر العذاب الناس وفات الناس وأهلك الناس وبعد إهلاكهم هؤلاء من القرون وما رجعوا وما عادوا ليبينوا وليبينوا للناس ما حصل من دمار وتدمير وإهلاك. والأمة جاءت وبعث إليها رسولها ودعا إلى الحق ولكنها رفضت، وجاء العذاب ودمرها وأهلكها وفاتت ومشت، لا يمكن أن ترجع مرة أخرى في الأرض وفي الدنيا. ولو كانت الأمم تعود مرة أخرى في الأرض لبينت للناس ما رأت من الحقائق، ولما يبقى الإنسان بعد هذا أن ينكر رسالة الرسول. ولكن الله سبحانه وتعالى هكذا كتب في عباده: فمن آمن فقد نجا، ومن لم يؤمن وجاء العذاب وفات ومات فإنه يأخذ جزاءه يوم القيامة. أما الدنيا لا يراها مرة أخرى، الدنيا يراها الإنسان مرة واحدة، أيام التي يعيشها هذه هي مرحلة العمل، مرحلة التكليف، مرحلة الحصاد، مرحلة جميع الحسنات. في هذه المرحلة هي المرحلة الداخلية التي تبتلي الإنسان، إذا فاتت هذه المرحلة وذاك هذا الزمن فمات موتا عاديا أو الله أهلكها وأهلكهم فإنهم لا يرجعون أبدا في الدنيا مرة أخرى، فإنهم يحاسبون ما ماتوا عليه من الأحوال إن كانوا مؤمنين مسلمين مؤمنين مصلحين طائعين ممتسلين لأمر ربهم وآخرين بأيديهم وبنواجسهم لشريعته ودينه وتوحيده، فإن هؤلاء يوم القيامة سيكونون من الناجين ومن الفالحين ومن الداخلين في رضوان الله سبحانه وتعالى وفي جنته التي فيها
تتبع لهم وحيّع لهم مكانا آخر. فهذا المكان الآخر هو النار بكل أقسامها وبكل أقسامها وحجائها وصنوفها من العذاب كل يمز على حسب سن عمله. يعني تتبعون من هذه الدنيا هكذا ربنا سبحانه وتعالى في عباده يفعل ما يشاء. أخوة الإيمان السلام الله عليكم، وهكذا تنتهي هذه الحلقة، وإلى الملتقى في حلقة قادمة. هذه الحلقة قدمناها لكم من مسجد محمد السادس بحارة الرياض منطقة الرياض، ونتمنى لكم أيمن أوقات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.